شهور عدة في ظروف متغيرة تحت مطرقة معنيين يشاهدون ولا يفعلون لشريحة المهمة، كون المهندسين قامة في رقي البلد وتطوره في بلدان أخرى وفي العراق، يرويها أحدهم. إحنا مجموعة من مهندسين كربلاء، عددنا 281 مهندس ومهندسة. جينا نطالب بالتعيين مقابل المحافظة حالياً، إحنا نطالب بالتعيين على الملاك أو بأي شكل من الأشكال. احنا اتصلنا قبل مقابل المحافظه، مقابل العفو المصفى، مصفى كربلاء، وتحت الظروف القاسيه من اشعه الشمس، وتحت يعني موجوده كانت جائحه كورونا، يعني ما حصلنا، مجرد انه من المحافظ بس وعود وتسويف. نسبه تعيين المهندسين في مصفى كربلاء 60%، والعكس في ذلك كون المحافظات الاخرى حصدت النسبه الاكبر في تعيينات المصفى، مستنكرين الاعتداءات التي يتعرضون لها من القوات الامنيه تجاه وقفتهم للمطالبه بحقوقهم التي غيبت في بطون حيتان الفساد. مهندسين من خارج محافظه كربلاء يتعينون مصفى كربلاء ويسوون تنسيب ونقل لمحافظاتهم، زين نسبه كربلاء اللي هي 60% وينها؟ النسبة 60% مهندسين كربلاء وينها؟ زين ما احنا واهل كربلاء، ما احنا احق بالتعيين على مصفى كربلاء؟ وين النسبة 60%؟ ليش محافظات الاخرى تجي تعين مصفى كربلاء ويسوون تنسيب ونقل، واهل كربلاء ضالين هنا وطالعين اعتصامات بالحر ووباء كورونا، ولا من مستجيب لا من وزارة ولا من محافظة ولا من نواب؟ احنا طالعين نطالب حقوقنا بتعيين على مصفى كربلاء. ندين ونستنكر الاعتداءات اللي يتعرض لها زملائنا المهندسين في كافة المحافظات، وخاصة اللي حدث البارحة في محافظة بغداد في يعني أمام البوابة الخامسة، يعني يتعرض إلى زملائنا من المهندسين والمهندسات بقية المحافظات البصرة وميسان وديقار. يعني المهندس شريحة مهمة يعني تبنى بها الأوطان، يعني عماد المجتمع تعتبر. مطالبات عدة بأن تكون نسبة تعيينهم في محافظة كربلاء داخل المصفى كبيرة أسوة بشهاداتهم التي تعبوا عليها طوال السنين السابقة. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.